السلام عليكم اخوان الطلبه، ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه تيوري دي زوربيتال موليكولير. سبق لينا وتعرفنا على لا تيوري ولا لو موديل دو مسيو لويس. شنو تقول لنا هذا لو موديل دو لويس؟ غادي ناخذ واحد اكزامبل ونخدموا عليه. عندنا واحد لا موليكول ديال مثلا اش 12 او، عندنا او دو دوبلي ليبر، وعندها دو ليزون مع الهيدروجين. فوالا، هذه هي لا ستركتور دو لويس ديال الاش 12 او. هنا يعني شنو كنا نديرو؟ يعني هاد ليزون هادي شنو هي؟ هي جوج ديال لي زيلكترون، الكترون سيليباتير ديال الاكسجين و الكترون سيليباتير ديال الهيدروجين. يعني بيناتهم، يعني هادو كانوا سيليباتير تزوجو بيناتهم، يعني وقت ليهم لاباريسيون بيناتهم، بالتالي دارو لنا واحد ليزون. هادي هي ليزون بالنسبة للويس. مثلا كنا كنخدمو على دي ليزون دوبل، مثلا سي او دو، يعني تتكون عندنا سي، عندنا او، وهنايا عندنا او. يعني شنو هاد لي ليزون اللي درنا؟ يعني يكفي انه ان الاكسجين عنده واحد دو زيلكترون سيليباتير، وهاد لو كاربون عنده واحد دو زيلكترون سيليباتير، دار واحد ليزون بيناتهم. هذا دار ليزون مع هذا، وهذا دار ليزون مع هذا. فوالا، حتى لهنا ما عنديش مشكل. وعرفنا ايضا ليزون تريبل اللي هي مثلا اللي خدينا سي او، غيديرو بيناتهم واحد تريبل ليزون، غتكون عندنا واحد دوبلي ليبغ هنا وواحد دوبلي ليبغ هنا. تعرفنا ايضا على لا ريغل دو لوكتي وعلى لا ريغل دي في اي. بالنسبه لا ريغل دو لوكتي كنطبقوها قلنا على لي زاليمون لي زاد ديالهم تيكون ستريكتومون سوبيريور ا 4، وبالنسبه لا ريغل دي دي اي تنطبقوها على زاد انفيريور او ايكال ا 4. بالنسبه لهنا لاطوم ديالنا الا بغات تكون ستابل، يعني شكون تقول لنا لا ريغل دو لوكتي؟ شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا ان واحد لاطوم الا بغات ترياجي خاصها تفقد ولا تكتسب واحد الالكترون ولا اكثر، يعني باش تولي عندها لا كوش دو فالونس ديالها بحال ديال لي غاز غاغ، يعني خاصها تكون اونتوري باغ 8 الكترون. يعني لاطوم خاصها تولي اونتوري باغ 8 الكترون باش تكون عندي ستابل فاش تدخل في لي رياكسيون. يعني غادي تبقى غادير الرياكسيون حتى توصل 8 ديال لي زيلكترون اللي دايرين بها كتحبس. فوالا، بالنسبه لهنا هادشي في لا كوش دو فالونس. بالنسبه لا ريغل دو دي، يعني واحد لاطوم انه الا بغات ترياجي خاصها تكون اونتوري باغ 2 الكترون. هادو بالنسبه لي زاليمون اللي عندهم الزاد ديالهم انفيريور ايكال ا 4. فوالا، شكون متفقين عليهم؟ هنايا لا ريغل دو لوكتي كنطبق على لي زاليمون اللي الزاد ديالهم سوبيريور ايكال سوبيريور ا 4. فوالا، يعني ان هاد لي هاد لي زاتوم اللي تنشوفو هنايا، مثلا هاد لاطوم ديال الهيدروجين راها ريسبكت لا ريغل دو دي، يعني راها اونتوري باغ 8 الكترون 1 2. بالنسبه للاكسجين هنا راه ريسبكت لا ريغل دو لوكتي، هادشي راه شفناه من قبل، انا تندير لكم دابا غير تذكير، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 فوالا، يعني اونتوري باغ 8 الكترون. لكن من بين المشاكل اللي واجهها لو موديل دو لويس انه هاد لا ريغل دو لوكتي ولا هاد لا ريغل دو دي مبقاش ريسبكت، يعني ولا عندنا دي زيكسيبسيون. مثلا الى خدمنا على لا موليكول ديال بي سي ال 5، بي سي ال 5 كيفاش غادي تجينا لا موليكول؟ نديرو بعدا لا موليكول الاولى سي بي سي ال 3. كون درنا بي سي ال 3 جينا بي، عندنا واحد دوبلي لي وغنقدر دير لنا 3 ليزون، يعني هنا غيكون عندنا واحد سي عنده 3 دوبلي لي، غتجي تكون عندنا واحد سي ال عندو واحد 3 دوبلي لي، وغتكون عندنا واحد سي ال عندو 3 دوبلي لي. هنا مزيان، هنا لي زاتوم لي عندي كاملين غاسبيكت لا ريغل دو لوكتي. فوسفور هنايا راه عندو شحال داير من الكترون؟ دايرين بيه 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا، دابا غادي نحيدو هاد بي سي ال 3، غادي نرجعو هاد سي ال نرجعوها 5، بي سي ال 5. في هاد الحالة لا موليكول ديالي غتولي عندي على هاد الشكل. هنايا عندي واحد سي ال، يعني عندو 5 ليزون غادي يقدر يدير سي ال سي ال سي ال سي ال. فوالا، يعني هنايا ها هما دابا الا مشيت للفو هنا الكلور ماشي مشكل عنده ريسبكت لا ريغل دو لوكتي، ولكن الا مشيت للفوسفور هاد لاطوم دو فوسفور درا ماشي دو لي ليبر، يعني غير هكا. فوالا، يعني هاد الفوسفور شحال اونتوبي باغ شحال من الكترون؟ يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 الكترون، بالتالي مابقاش ريسبكت لا ريغل دو لوكتي. هنا في لو موديل دو لويس تخلق لنا مشكل، يعني ما خصهاش تكون على هاد الشكل. داكشي علاش جات لي زوربيتال موليكولير. والمشكل الكبير فين غادي تخلق لينا؟ غادي تخلق لنا المسيو لويس انه
عندنا مثلا واحد الموليكول ديال اش 2 بلس، يعني الا خديتي واحد لاطوم ديدروجين وواحد لاطوم ديدروجين، حنا وحده فيهم غتكون فيها بلس، يعني وحده غتكون اش نوتر وحده غتكون اش شارجي بلس، يعني هنا الكاز كوانتي غتكون عندنا على هذا الشكل. هنا غيكون عندي الكترون سيليباتير ماشي مشكل، ولكن هنايا غيكون عندي الكترون سيليباتير ولكن مع هذا اش، يعني انه فاقد الكترون، بالتالي ما غادي يبقى عندنا والو. يعني الا بغيت ندير ليزون بين هذا وهذا ما عنديش كيفاش ندير ليه، يعني ما عنديش جوج ديال لي زيلكترون في الموديل ديال لويس، خصني جوج ديال لي زيلكترون يكونوا سيليباتير باش يدير واحد ليزون بيناتهم، ولا تكون واحد دوبلي ليبر مثلا، يكون عندي واحد دوبلي ليبر عندي هنا دو زيلكترون، ويكون عندي واحد ليليمون عنده واحد الكاز فيت، كنهز هاد ليليكترون كندوز لهنا وكندير واحد ليزون بيناتهم كنسميوها ليزون داتيف. يعني ان المشكل الاول اللي تخلق هو ان كاينين دي زاتوم لي ما كيكونوش ريسبكت لا ريغل دو لوكتيف دي موليكول، بحال هاد الموليكول هادي راه شفنا لي زيكسيبسيون من قبل كاينين 3. بالنسبه للحاله الثانيه هي هادي، يعني ما عنديش جوج ديال لي زيكترون، بالتالي كيفاش غتكون ليا هاد لا موليكول، كيفاش غادي تكون؟ هنا الا بغيت ندير ليزون على حسب لو موديل دو لويس خصني جوج ديال لي زيكترون، ولكن انا عندي غير الكترون واحد في هاد الموليكول كامله، فوالا داكشي علاش جات لا تيوري دي زوربيتال موليكولير. بالنسبة لأول حاجة اللي غادي نشوفو هي لا ميثود دو ال سي او، يعني كومبينيزون لينيير دي زوربيتال اتوميك، يعني غادي نعرفو أول حاجة غادي ندير لكم واحد التكل على لي زوربيتال اتوميك. سبق انه شفناهم في الاتوميستيك، قلنا ان لي زوربيتال اتوميك مثلا الا كانت عندنا ان ايكالا ا، يعني ان ال شنو كتكون تساوي ال ايكالا زيرو، حيت قلنا ان ال كتكون اونتخ 0 اي ان موان 1، وبالنسبه يعني ال ايكال 0 شنو سميناها؟ عطينا واحد السيمبول ديال تيتس. بالنسبه الى كانت ان ايكال 2 عرفنا ان ال ايكال ا 0 ولا ال ايكال ا 1، يعني ان هذه الاولى كنرمزوا ليها باس، الثانيه كنرمزوا ليها بي، هادشي راه سبق لينا وشفناه. الى كانت ال ايكال 2 كنرمزوا ليها بدي اكسيتيرا. هنا عرفنا ان هذه شحال فيها، شحال فيها من اوربيتال، يعني شحال من فاش نولي نهضروا دابا على الاوربيتال اتوميك كنهضروا على النومبر كوانتيك مانيتيك ام، يعني هنا ايكال ا زيرو، يعني ال ايكال ا زيرو حيت ام كتكون محصوره عندنا بين موان ال وبين بلس ال، يعني هنا ايكال ا زيرو، وبالنسبه لهنا راها ايكال ا زيرو. هذه ما نخدموش ليها، يعني نخليو هذه بلاتي، نخدمو حنا غير بهذه باش تعطي منا كاملين نفس الشيء. يعني هنايا عندي ام شحال، ام ايكال ا زيرو لا عفوا موان زا زيرو ولا ان، يعني شحال من اوربيتال اتوميك عندي 1 2 3. قلنا هاد الاولى الا غنديرو دي كاز كوانتيك، يعني غادي يكون عندنا كاز كوانتيك واحد حيت عندي اوربيتال وحده، اوربيتال اتوميك وحده هي هادي. هنا عندي 3 اوربيتال اتوميك، كنرمزو ليهم 3 كاز، يعني ديما كل اوربيتال كنرمز ليها بكاز، فوالا هادشي اللي كنا كنديرو في لاتوميستيك. حتى لهنا ما عندي حتى شي مشكل. دابا نشوفو الرسم ديال هاد لي زوربيتال. بالنسبة هنايا هادي شنو سميناها؟ سمينا لوربيتال اس، بالنسبة لهادو كنا سميناهم بي اكس بي ايكغيك و بي زد. بالنسبة لوربيتال اس كيفاش كنا كنرسموها؟ يكون عندنا 3 اكس، هنا اكس ايغريك زد، كتكون عندنا اس على شكل سو فورم دو سفير هكا، فوالا يعني كتكون بحال شكل ديال الكور، يعني قلنا ان تيكونوا فيها شحال كتهز لنا من اوربيتال اتوميك كتهز لنا جوج ديال لي زيلكترون، ولا تقدر تهز واحد لما يكون فيها حتى شي حاجه، فوالا يعني في الماكسيموم ديالها عندها 2 زيلكترون، يعني تكون يدورو هنايا تكون سبين ديالهم اوبوزيت، يعني وحده تكون سبين ديالها بلس ان دومي كنرمزو ليه بواحد السهم هنا هكا، و تيكون الكترون اخر تكون سبين ديالو موان ان دومي تكون عندنا هكا. غنشوفو دابا الرسم ديال بي اكس. الى بغيت نرسم بي اكس كيفاش كتكون عندي؟ يعني بي اكس غيكون عندي 3 اكس باغ اكزومبل، نديرو هنايا زد، عندي هنا ايكغيك وهنايا اكس، فوالا يعني هنايا غنديرو دي تيغي الا ما تيبانش ديما فلاكس اكس، يعني هنا موان اكس وهنايا بلس اكس، حتى لهنا مزيان. دابا الى لوربيتال كيفاش كتكون عندنا؟
بالنسبة لي زوربيتال بي كيكون عندنا على هذا الشكل ديما. فوالا يعني كنا شبهناهم بلوباغين، يعني بحال الدنجال عندنا جوجات تيكون وحده هنا الفوق وحده هنا لتحت، وهنايا تيكون عندنا النوايو. فوالا هادشي هو اللي كاين، يعني هنايا كتجينا على هذا الشكل. فوالا هادي هي بي اكس. بي ايغريك غديرها سويفون لاكس ايغريك، بالنسبة لزاد غديرها سويفون لاكس زاد، ما عندي حتى شي مشكل فيها، غير هو اللي بغيتكم تردوا لي البال. هنايا هنا عندنا واحد القضية اللي تنهضرو عليها هي لا دونسيتي الكترونيك، بالنسبة يعني لا بروبابيليتي دو بريزونس دو ليكترون فين كتكون. يعني هنا في هاد لي زوبيتال دو تيب بي عندنا فيها جوج ديال فيها دو زوبرجين، وحدة كتكون فيها لا دونسيتي الكترونيك ماكسيمال، وحدة كتكون فيها لا دونسيتي الكترونيك مينيمال. لي فيها لا دونسيتي الكترونيك ماكسيمال كنرمزو ليها بلوس، واللي فيها لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون ولا لا دونسيتي الكترونيك ديالها مينيمال كنرمزو ليها موان. يعني هنايا لا بروبابيليتي دو بريزونس دو الالكترون كتكون طالعه بزاف، هنا كتكون لا بروبابيليتي دو بريزونس دو الالكترون يعني كتكون صغيره بزاف، وبالتالي هذه كنسميوها بلوس وهذه كنعطيوها موان. حتى لهنا متفقين. بالنسبه للصفير اس يعني الصفير على هذا الشكل، على حسب شي مرات كتكون فيها لا بروبابيليتي دو بريزونس دو الكترون كتكون كبيره وبالتالي كتكون عندنا بلوس، وكاين شي مرات كتكون لا بروبابيليتي دو بريزونس دو الكترون كتكون صغيره كيكون موان. هاد البلوس وهاد الموان راه ماشي بولاريتي، هادو غير رموز كنعطيهم. يعني الا كانت لا دونسيتي الكترونيك ماكسيمال كنديروا ليها بلوس، كانت لا دونسيتي الكترونيك مينيمال يعني كنديروا ليها موان. يعني ان هنايا عندنا لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون يعني قلنا تتكون طالعه بزاف، هنا كتكون لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون كتكون هابطه بزاف. بالنسبه لي زوربيتال موليكولير، بالنسبه لي زوربيتال موليكولير في لاشيمي كوانتيك، اوربيتال موليكولير هي واحد الفونكسيون ماتيماتيك تتعطينا لو كومبورتمون اونديلاتوار دان الالكترون دون زين موليكول. فوالا يعني شنو؟ يعني ان لوربيتال موليكولير هي فلامات او ماتيماتيك تنعرفوها بلا كومبينيزون لينير. فوالا هاد لا كومبينيزون لينير ديال اش غادي يكون؟ غادي يكون لا كومبينيزون لينير دي زوربيتال اتوميك. يعني باغ ديفينيسيون شنو هي اوربيتال موليكولير؟ اوربيتال موليكولير اللي كنرمزو ليها او ام شنو هي؟ سيتين فونكسيون ماتيماتيك ديكري لو كومبورتمون اونديلاتوار d'un électron dans une molécule. Voilà, il y a la définition d'un orbital moléculaire. بالنسبة لواحد الاوربيتال موليكولير كنرمزو ليها، يعني الا بغينا نعطيو لا كومبينيزيون لينيير ديالها يعني واحد فونكسيون ماتيماتيك كيفاش غادي نديرو ليها؟ يعني عندنا لوربيتال موليكولير سواء كنرمزو ليها بهذا الرمز هكا، ولا كنرمزو ليها هكا، ولا كنرمزو ليها حتى هي بحال لي زوربيتال اتوميك يعني بواحد الفونكسيون دون هكا. هادي ايغال هي لا سوماسيون دو سي اي fois psi. Voilà. Yani les fonctions donc d'ailleurs de l'orbital atomique. Hadi fonction donc de l'orbital moléculaire. بالنسبة لCI شنو كنسميو؟ كنسميو coefficient
de pondération ou là c'est un coefficient de normalisation. Maintenant, on a fonction d'onde de l'orbital moléculaire. بالنسبة لهذه سميناها فونكسيون دوند دوربيتال اتوميك. بالنسبة للبسي يعني الفونكسيون دوند يعني شنو هو الفونكسيون دوند يعني هذه بحال شكل ديال لاكارت ناسيونال كما قلت لكم ديك النهار يعني فيها كلشي تعطيك جميع المعلومات على الالكترون. بالنسبة للاوربيتال اتوميك كنعرفوها ب 3 نومبر كوانتيك. بالنسبة للالكترون كنعرفوه ب 4 نومبر كوانتيك. بالنسبة للاوربيتال اتوميك كنعرفوها بنومبر كوانتيك ان اللي هو نومبر كوانتيك برينسيبال والنومبر كوانتيك عفوا ازيميتال ولا تسميه سكوندير وعندنا لو نومبر كوانتيك مانيتيك ام. بالنسبة للالكترون كنزيدو هذاك النومبر كوانتيك دو سبين. اما بالنسبة باش نكون نهضرو على الاوربيتال اتوميك يعني كنكون نهضرو غير على 3 نومبر كوانتيك هما هاد. دابا غادي نشوفو لا كومبينيزون دي زوربيتال اس يعني فاش يكون عندي لي زوربيتال اس كيفاش كتكون عندي لا كومبينيزون. بالنسبة فاش تكون عندي لوربيتال اس يعني لي زوربيتال اس قلنا كنرمزو ليهم بحال الكرة يعني الشكل ديال لي سفير يعني غادي يكون عندي مثلا هنايا غتكون عندي واحد سفير عندي هنا لو نوايو هو هذا الداخل دايرة بيه سفير هنا عندي لو نوايو ودايرة بيه سفير فوالا حتى لهنايا مزيان ولا نقادو مزيان يعني باش نديرها تتشبه هادي فوالا حتى هكا مزيان يعني هنايا شحال عندي من الالكترون عندي الكترون واحد هنا بحال قلتي لاطوم الا بغيتي تاخذ الكا ديال الهيدروجين ولا ديال الهيليوم هنا عندي الكترون واحد يعني لا كيفاش غادي ندير لا كومبينيزون بين لي دوزور بين هاد لي جوج ديال لي زوربيتال يعني هنايا غادي نسمي هادي ا وغادي نسمي هادي بي. هنا عندي جوج ديال البوسيبيليتي في الحاله فاش تكون عندي هنا بلس بلس يعني لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون في لي دو راها تكون ماكسيمال يعني طالعه بزاف يعني في هاد الحاله غادي يكون عندي ان ريكوفرمون يعني غادي يكون عندي على هاد الشكل غيكونوا هاد لي دو سفير يعني غادي يلتحموا بيناتهم ولكن لي نوايو ما غاديش يقربوا عند بعضياتهم يعني غيكون هكا بحال في المثال فوالا غيكون عندي نوايو هنايا ونوايو هنا هذا تسميو ريكوفرمون بالتالي هنا غيكون عندي بلس يعني ان لا دونسيتي الكترونيك اي ماكسيمال انتر لي دو نوايو يعني لا دونسيتي الكترونيك في هاد لا موليكول هادي راه غتكون عندي ماكسيمال بين لي دو نوايو. بالنسبه للحاله الثانيه يعني هنايا عندنا واحد لو ريكوفرمون فوالا الحاله الثانيه ما غاديش يكون عندي ريكوفرمون. شنو هي الحاله هي فاش كيكون عندي مثلا واحد الصفار هنا عندي لو نوايو هنا عندي واحد الصفار عندي واحد نوايو هنا غتكون لا دونسيتي الكترونيك طالعه يعني لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون ديالي غتكون طالعه هنا لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون غتكون هابطه بالتالي غادي نديرو واحد الموان فوالا يعني هادو قلنا غير روموز ماشي بولاريتي ماشي تغلطوا لكم يعني هنا ما غاديش يوقع عندي ريكوفرمون يعني وحده غتبقى عندي هكا يكون عندي نوايو هنا يعني وحده غتكون عندي هكا فوالا يعني عندي نوايو وبالتالي هذا بلس هذا موان هنا بيناتهم غادي يكون عندي واحد بلون نودال غير وهمي راه ماشي تيكون بصح غير وهمي تنسميوه بلون نودال فوالا هذا تسميوه بلون نودال فوالا يعني هاد لي دو ما تيكونش عندنا واحد لو ريكوفرمون يعني با دو ريكوفرمون
فوالا. بالنسبه لهنا كتسمى عندي لوبيتال موليكولير ديالي كتسمى ليونت، يعني راه ليونت. بالنسبه لهنا عندي لوبيتال موليكولير ديالي راه نو ليونت. بالنسبه لهنايا لوبيتال موليكولير ليونت باش كنرمزوا ليها، كنرمزوا ليها بواحد الرمز ديال سيغما، وكنديروا هنايا مثلا عندي هادو هاد لي سفير، مثلا عندي ان اس يعني ديال لا سوكوش ديال ان اس، كنكتبو هنايا ان اس، ولا اون جينيرال يعني ديال سفير اس يعني كنديرو سيغما اس، تقدروا تخليوها هكا راه مزيانه. بالنسبه فاش ما تيكونش عندي ريكوفرمون لوربيتال مولكيولير نون ليونت كنرمزو ليها بسيغما، ولكن كنديرو واحد ليطوال هنايا وكنديرو واحد اس. فوالا. في الحاله فاش يكون عندي الغوكوفرمون بالنسبه ليكواسيون ديالي كيفاش ممكن نكتبها، يعني ليكواسيون ديال لوربيتال مولكيولير ديالي يعني الفونكسيون دوند ديال لا مولكيول ا بي يعني ديال لوربيتال مولكيولير ايغال هي سي ا ان بسي ا بلس سي بي بسي بي. فوالا. هنا ممكن نخرج هاد سي ا و سي بي في حاله ديال انه تيكون عندي واحد لا موليكول اومونيكليير، بحالاش بحال اتش 2. الا كان عندي مثلا لا موليكول ديال اتش 2 راه ممكن هادي نكتبها على شكل ايغال هي سي ا مثلا اميل لي بسي ا بلس سي بي. فوالا ممكن نكتبها على هاد الشكل، ولكن بشرط انه يكون عندي راه لا موليكول ديالي راها اومونيكليير. فوالا. الا ما كانتش اومونيكليير يعني نكتبها هكا. على الثانيه فاش تكون عندنا ما تكونش عندنا ريكوفرمون يعني تكون عندنا لوربيتال مولكيولير نون ليونت، ولا نقدروا نسميوها هنايا يعني احسن سميه تنسميوها اونتي ليونت. فوالا. اما تنقولوا اونتي ليونت ولا تنقولوا نون ليونت، كيف كيف. هنايا ليكواسيون ديالنا كيفاش غتكتب؟ غتكتب عندنا على شكل هنايا تندير واحد البليس، يعني راه عندنا باش نعرفوا انه راه عندنا واحد غوكوفرومون دوربيتال موليكيولير ليون تنكتبو هكا، ولا بلا ما ديرها ماشي مشكل، ما تديرها بالنسبه لهنايا كدير موان ولا ما ديرهاش ديال لا موليكول ا بي ايغال هو سي ا بسي ا موان سي بي بسي بي. فوالا تحط عليه هكا. بالنسبه لا ريزوليسيون ديال هاد المولي ديال هاد لي دو زيكواسيون ما تيهمناش حنايا، اللي تيهمنا هو نعرفوا هاد العجب هذا. دابا غادي نشوفوا الكومبينيزون دي زوربيتال بي اكس بي واي اي بي زد. هنا عندنا دو تيب دو ريكوفرمون، عندنا الريكوفرمون اللي هو اكسيال وعندنا الريكوفرمون اللي هو لاتيرال. غادي نبداو بالريكوفرمون اللي هو اكسيال. فوالا. بالنسبه للغوكوفرمون اكسيال يعني لي زوربيتال بي اكس بي واي بي زد، يعني غادي يكون عندنا واحد لوربي واحد دو زوبرجين سويفون اكس، دو زوبرجين سويفون واي، دو زوبرجين سويفون زد. هادشي مزيانش. بالنسبه للغوكوفرمون اكسيال ديريكت نعتبروا انه تيكون فلاكس زد، يعني ديما خذوا فلاكس زد، عمركم تاخذوا فلاكس اكس ولا واي. غادي نعتبر انه عندي واحد دو زوربيتال بي زد، عندي وحده هكا وعندي وحده هكا، وحده عندي اوبرجين فيها بلس وحده فيها موان، ديما هادي تكون جهه فيها بلس وجهه فيها موان، يعني لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون تكون ماكسيمال في واحد لوبرجين، وفي واحد لوبرجين كتكون عندي لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال الالكترون راه مينيمال. حتى لهنا مزيان. هنا عندي جوج، يعني اما هادي غتوقع لي لا كومبينيزون مع هادي، ولا هادي غتوقع لي كومبينيزون مع هادي. يعني كيفاش؟ يعني انه الحاله الاولى غتكون عندي هكا، غتكون عندي واحد الغوكوفرمون هنايا يعني غتقابل هادي مع هادي، وبالتالي غيبقى لي هادو هكا. فوالا. هنايا غتبقى موان وهنا غتبقى موان، يعني هنايا راه وقع لي واحد الغوكوفرمون.
يعني ان لوربيتال موليكولير ديالي راها ليونت، وبالتالي غادي نرمز ليها سيغما زد، اما كنرمزو ليها سيغما زد ولا كنرمزو ليها سيغما بي زد هكا. الحاله الثانيه هو فاش ما غاديش يكون عندي ركوفرمون، يعني غتكون عندي على هذا الشكل فوالا، يعني هنايا غيكون بيناتهم واحد البلان نودال، فاش ما تكونش عندي ركوفرمون تكون عندي بلان نودال. فوالا يعني هنايا غتكون عندي بلس، هنايا غتكون عندي موا، وهنايا موا، وهنا بلس. فوالا يعني ما تيبقاش عندي ركوفرمون، وبالتالي هنايا غيكون با دو ركوفرمون. يعني ان لوربيتال موليكولير ديالي راها اونتي ليونت، وبالتالي غادي نرمزو ليها سيغما، نديرو هنايا سيغما ايطوال زد. الى بغيتو ديرو هنايا لي نوايو، غادي يكون عندنا نوايو مثلا هنايا، هنايا يكون عندنا نوايو، هنا يكون عندنا واحد نوايو، هنا هنايا عندنا نوايو، وهنا عندنا نوايو. فوالا يعني على سميناه واحد الغوكوفرومون اكسيال، حيت هنا عندنا لاكس اللي هو زد، عندنا هنا لاكس اللي هو زد، وبالتالي غيولي عندنا الغوكوفرومون سويفون لاكس زد، غادي يكون عندنا هكا. دابا الغوكوفرومون لاتيرال، على سمينا لاتيرال حيت عندنا لاكس زد هو اللي تنعتبرو انه لاكس دو لا موليكول، يعني وبالنسبه لاكس وزد كنعتبرهم دي زاكس لاتيرو. غادي ناخذ مثلا داكشي اللي تيجري على اكس غادي يجري على ايكغيك، يعني غادي ناخذ غير اوربيتال وحده، غادي ناخذ مثلا بي اكس، يعني راهم كيف كيف بحال بي اكس بحال بي ايكغيك، داكشي اللي تيجري على هادي تيجري على هادي. داكشي علاش غادي نخدمو على بي اكس بوحده، يعني غادي يكون عندنا دو زوربيتال هادي بي اكس، وعندنا واحد لوربيتال اخرى اللي هي بي اكس، هنا تكون عندنا بروبابيليتي دو بريزونس ديليكترون كبيره هنايا، وهنا تكون صغيره، هنا كبيره وهنا صغيره، حتى لهنا ماشي مشكل. هنا عندنا دو، هنايا الحاله الاولى فاش غيكون عندي ركوفرمون كيفاش غادي يكونوا، غتكون عندي على هذا الشكل، يعني بلس مع بلس غادي يعطوني واحد الركوفرمون، بالتالي غادي يكون هنايا عندي بلس، هنا لي دو نوايو غيكونوا هنايا، وهنايا عندنا موا مع موا، يعني هاد الموا مع موا يعني غادي يعطيونا واحد الغوكوفرومون تاعهم، يعني هادي هي لوربيتال موليكولير ديالي، يعني غتكون عندي على هاد الشكل هاكا، يعني هنايا غادي يكون عندي غوكوفرومون. هنايا غتكون عندي لوربيتال موليكولير ديالي كيفاش دايره، راها ليونت، يعني غادي نرمزو ليها هنايا باش غادي نرمزو ليها بي اكس، الا كانت ايكغي كنرمزو ليها بي ايكغي. فوالا يعني لوربيتال موليكولير ليونت كنرمزو ليها بي اكس. بالنسبه للحاله الثانيه، الحاله الثانيه هو فاش ما غاديش يوقع عندي ركوفرمون، يعني كيفاش غادي يجيو، يعني غادي يكون عندي لي دو نوايو مثلا هنايا، نهبطو واحد شويه تكون عندي النوايو ديالي هنايا، غادي يكون عندي النوايو ديالي هنا، يعني هادي غيكون عندي هكا فوالا هكا فوالا، يعني هنايا غادي يكون بيناتهم واحد البلون نودال. فوالا هنايا تكون عندي بلس مع موا، بلس مع موا فوالا، وبالتالي هنايا في هاد الحالة يعني غتكون عندي على هاد الشكل، هنا ما غاديش يكون عندي، غيكون عندي با دو ركوفرمون. يعني لوربيتال موليكولير كيفاش دايره، راها اونتي ليونت، و تنرمزو ليها بي اكس، و تنديرو واحد ليطوال، يعني ديما فاش تكون اونتي ليونت كنديرو واحد ليطوال،
كانت ليونت ما كنديروش ديك ليطوال. الا كان عندي واحد الغوكوفرومون اللي هو المهم اس متفقين عليه دابا غير في بي غير في لا كومبينيزون دي زوربيتال بي اكس بي غريك بي زد. الا كنا في زد يعني تنعتبروا ان زد هو لاكس دو لا موليكول، بالتالي كتكون عندنا واحد الغوكوفرومون اكسيال الا كنا خدامين في لي زوربيتال بي زد. الا كنا في بي اكس ولا بي غريك كيكون عندنا واحد الغوكوفرومون اللي هو لاتيرال، وبالتالي كيكون عندنا ترمزوا ليه بي. غير هو واحد القضيه بالنسبه للسيغما راهم دي ليزون اللي هما تري فور على بي. فوالا.